السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناتي. شرحت بالحلقة السابقة عن السبجكت الفاعل وموقعه بالجملة باللغة الإنجليزية ومن يكون الفاعل. في هذه الحلقة الجزء الثاني المكمل للحلقة السابقة نشرح من هو الفيرب اللي أقصد به الفعل، من هو الفيرب وما هو موقعه بالجملة والتغييرات التي تطرأ عليه لتكوين جملة قواعديا صحيحة باللغة الإنجليزية. الفيرب بمعنى الفعل، الفعل نقصد به الحدث الذي نقوم به، العمل الذي نقوم به. مثلا read نقرأ، see يرى، play يلعب، write يكتب، go يذهب، drink يشرب. إذا تنتبه وياي، إذا هذه كلها عبارة عن أحداث وأعمال نقوم بها. إذن ما موقعها في الجملة وما الذي يطرأ عليها عند تكوين جملة صحيحة باللغة الإنجليزية؟ For example، أنا قدمت أمثلة. She، هذا الفيرب شي أنا سابقا ذكرتها، هي موقعها موقع الفاعل بجملة اللغة الإنجليزية، ضمير دال على المؤنث. clean هي الفعل الفيرب، her house now هذا تكملة الجملة، المفعول به والكمبلمنت التكملة. الشغل اللي حيصير بالجملة حتى تكون جملة قواعديا صحيحة هو تأثير الفعل والتغيير عليه. الجملة كقواعديا تكون صحيحة، الفاعل ينزل كما هو، clean تحول إلى is cleaning، أضفنا الفعل المساعد والing للفعل، أكملنا ما تبقى من الجملة كما هو إلى حد الفلستوب النقطة. إذا تنتبه وياي متابع القناة بأنه التغيير فقط طرأ على الفعل وليس على الجملة جميعها. المثال الثاني my father work hard every day. الفعل اللي موجود work بمعنى يعمل. لما تتكون عندي جملة قواعديا صحيحة باللغة الإنجليزية، subject الفاعل my father يكون موقعه في بداية الجملة، work هو الفعل، هو ما يطرأ عليه التغيير لتكون جملة قواعديا صحيحة. أضفنا له أس الشخص الثالث، لماذا؟ لأن الفاعل مفرد فأخذ الفعل أس الشخص الثالث. ما تبقى من الجملة ينزل hard every day إلى حد النقطة الفول ستوب. أكمل الأمثلة الأخرى. ديما and her sister، ديما وأختها، travel سافروا، to their aunt إلى عمتهم last Friday الجمعة الماضية. الجواب هذه الجملة قواعديا باللغة الإنجليزية، الفاعل السبجكت ينزل كما هو، ديما and her sister هو فاعل الجملة ينزل كما هو. ما يتبقى من الجملة to their aunt last Friday كلها نزلت. التغيير الذي طرأ على الجملة هو فقط في الفعل troubled، تحولت إلى troubled. في مثال آخر، our teacher معلمنا give us يعطينا presents هدايا every month كل شهر. الجملة عند الجواب our teacher الفاعل موقعه في صدارة وبداية الجملة ينزل كما هو. ما يتبقى من الجملة as presents every month إلى حد النقطة الفلستوب كلها نزلت. التغيير طرأ فقط على الفعل give بمعنى يعطي، أصبحت gives، أيضا أخذت أس الشخص الثالث. في مثال آخر، her daughter ابنتها sleep تنام a moment ago
اللحظة السابقة أو اللحظة الماضية، a moment بمعنى اللحظة، ago السابقة أو الماضية. قواعديا يعني يكون الجواب her daughter، الفاعل ابنتها تنزل كما هي، a moment ago تنزل كما هي إلى حد النقطة. sleep الفعل ينام، أصبحت sleeped نامت، ماضي ينام أصبحت نامت. المثال الأخير his friend صديقه not run لم يركض fast بسرعة at this time في هذا الوقت. الجواب his friend هو الفاعل صديقه ينزل، صديقه ينزل الفاعل his friend صديقه نزل كما هو في موقعه في بداية الجملة كموقع فاعل. ما تبقى من الجملة اللي هو بعد الفعل fast at this time إلى حد النقطة نزل كما هو. الفعل الموجود run يركض، تصحيح الفعل هذا قواعديا يتحول إلى is not running، is not running. إذا تنتبه وياي عزيزي متابع القناة إنه التغييرات اللي طرأت بالجمل طرأت فقط على الفعل، فقط على الفعل، منهم من أضفنا له فعل مساعد وآي إن جي، منهم من تحول إلى الماضي، أفعال أخذت أس الشخص الثالث، الفعل الذي أضيف له أيضا هنا أس الشخص الثالث والآي إن جي. أما ما هو سبب إضافة أس الشخص الثالث أو يحول إلى ماضي أو إضافة آي إن جي، هذا كله تم شرحه في الحلقات السابقة للأزمنة، وهي الزمن المضارع البسيط والماضي البسيط والمستمر. هذه الأزمنة فيها ظروف تدل على زمن الجملة، وهذه الظروف تحدد لنا ما يطرأ من تغيير على الجملة. أتمنى أن استفدتم من شرح الفعل في هذه الحلقة، واتركوا أي تعليق أو سؤال إما على رابط قناة التليجرام الموجود أسفل الشرح أو على قناة اليوتيوب. شكرا جزيلا لكم.